waxa maanta qaar ka mid ah masaajidda degmada Garbahaar ee deeq afurun ah gaarsiiyay ciidanka Itoobiya ee ka mid ah ciidamada AMISOM ee nabad ilaalinta u jooga degmada Garbahaar ee xarunta gobolka Gedo. Daahir Saarax Cali oo ah taliyaha ciidamada Itoobiya ee degmooyinka Garbahaar iyo Buurdhuubo ayaa ka warbixiyay deeqda ay masaajidda gaarsiiyeen, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: Lamajamra, assalamu alaykum. مرحبا ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه هون يا متانو نجر؟ ما أنت واحد يرى ماشي كأني؟ إيه كات كذا نجرنو لرمضان يا والسوم تورنو. واحد كأني ما أنت بيشن بركة سنة رمضان كوارم نهدت كل سومة هاي. مرحبا وحضا يرى برتقاني يا يرى كلا ولا سعدة. واحد كأني نتك سومة مسلم كي أكو أفرام. رمضان دم سباق ورنو سباق رمضان دم و وبش بش هو نكسن الصدقوي كلا رب حي تدفع كبر في روح لقو عاوية من هذا مو ده نزل تماروش فاتر اللي يروح بسنا مكة بن يرى روح برم هيسة خبر هيسة نساج كيا وماذا شو تينا طاع فرام بانو كمل يعطون قرآن ما مكرو نزا كان قرآن لا ينمرودنا ما تعلموس وبنسوم مورال إن بهون الله يشوف قرآن يشوفون بتركن قرهم يثنى ذكروا هنن هنيا براسا كم براسا كم آكمة براسا كم شيلان ما نشوفنا ما حلو بران هيام بنا ويسوم يهين مر كوانك مهاي إن هو أم بدن يو باشا بدن يد باشا بدن يسوع قاري سيدا درجت إن هو أفران بان وكلني ودومي كحجين قلبات يدقم ذا قرب هري مدن آدم محمد عبد الله أيه أقوم هد عليه داخل أفرنتا أو يسوع قرسيا عيدا كان بات إلى لنتا يتوبيو صدق هذا أدنو كنتين يا أفرقة سيبو حدا نحن كبرة ورجلي وإكرام عينا سودو هذا سيادو كنتين نواد أتكون مهتمين بيشة بركيسن خير كذا إلى وضعته وهي أذنك ساد كإذن أهيا نلوشة إلى الله حسوستان أمت صوما إلى تكون عاوسان وارين آدي آد وناكسن وارين بني آدم نمالي وارين احترام يسودوين لي وإن كرام هاد علينا سودو هذا ولكم markii ugu horeysay oo ay ka bixiyaan deeq afurun ah magaalada Garbahaar ee xarunta gobolka Gedo. Xamdi Maxamed Aadan, Kaalsam TV, magaalada Garbahaar ee xarunta gobolka Gedo.